بعد خبرة أكتر من 20 سنة في إدارة المشاريع الإنشائية الكبرى، لقينا عندنا احتياجات كتير جدا مفيش أي حل متكامل واحد بيقدر يوفيها كلها. الأنظمة المتاحة في السوق كالجزر المنعزلة، في نظام متخصص بس في البلاننج، في نظام مهتم فقط بالشوب دروينجز، في نظام تركيزه على الكوست كنترول لا أكثر. الزي بيلدر هو أول حل متكامل لكل مراحل البناء مربوطة في مكان واحد مقدم من شركة انجينيرينج سيستمز. بداية من مرحلة التصميم المبدئي موديول الزي بيمر، التصميمات ثلاثية الأبعاد، الاستشاري بيقدر يرفع كل التصميمات والإصدارات بتاعته ويتابع تعليقات الملك عليها مباشرة، والاستشاريين المتداخلين معاه في الموضوع كله بيكون في مكان واحد أونلاين. يليها مرحلة البيدنج، بقدر أبني البي أو كيو آيتمز وتفاصيلها كبريك داونز وأجيب لها عروض أسعار وأعمل لها حصر كميات مباشرة من البيم موديل بناء على آخر تحديث له. وفي مرحلة البلاننج موديول الزي بلانر، بدخل البرنامج الزمني أو بستورده من برامج البلاننج زي بريمافيرا أو مايكروسوفت بروجكت وأقدر أعدله أونلاين، وبرفع كل الأبديتس سواء البيز لاين أو الأكتيفيتيز أو اعتمادات مديرين المشاريع بدون احتياج لاجتماعات تفصيلية، لأن أوريدي بقى عندنا أوضة اجتماعات أونلاين. وهنا بيظهر أول تكامل عندي في النظام من الربط بين البلاننج والبيدنج، بين البي او كيو ايتمز وبين الانشطه او الاكتيفيتيز الموجوده، وبالتالي يمكن استخراج الريسورس هيستوجرام، الكاش فلو، الكاش اوت لكل نشاط بالتفصيل. اما التكامل الثاني بين موديول الزي بيمر والزي بلانر، بيخلينا اشوف طريقه الانشاء في الفور دي، اشوف النموذج الثري دي على الزمن وهو بيتبني، فاقدر استنتج او احاكي كل مشاكل البناء قبل مواجهتها في الواقع. الأهم إن حتى تعاقدات مقاولين الباطن وربطها بالبنود التعاقدية الأصلية للمشروع كلها موجودة في مكان واحد بعروض أسعارها والأنشطة اللي بيشتغل عليها والمستخلصات. أما بالنسبة لمتابعة التنفيذ في الموقع والحصر، مدير التنفيذ بيقدر يختار الأصناف أو الأعمدة أو الإليمنتس من الموديول الثري دي بتاعه من الموبايل، وبالتالي المكتب الفني يقدر يشوف كل حجم الأعمال من الموقع أبديتد باستمرار، وتلقائيا بتسمع في حجم الاعمال المنفذه ككميات، وبالتالي اقدر اعد اوتوماتيك مستخلصات مقاول الباطن او العميل، وده طبعا بيوفر وقت وجهد كتير جدا. اما اثناء التنفيذ فكل النظم المتاحه حاليا بتتابع الموضوع من وجهه نظر ERP بحته، لكن الزي بيلدر بيتابعها على مستوى البند وعلى مستوى النشاط محدد، وبالتالي كل مصاريفي من مخازن وعمالة ومقاولين باطن ومعدات وخلافه بتكون موجودة في مكان واحد مربوط بالبند أو النشاط اللي بشتغل فيه. وكل ما سبق بيمكنني أن أشوف الصورة الكبيرة، الآي بيرد، عين الطائر لكل الأنشطة والبنود، فبعرف أنهي نشاط مكسبني أو مخسرني سواء على مستوى الخامة أو على مستوى المصروفات أو على مستوى مقاول الباطن والمعدات. وعلى ذكر المعدات والأصول وإدارة الحركة، البرنامج بيتيح لي أن أسجل كل تحركات المعدات الموجودة عندي ومصاريفها وتكاليفها من الوقود وقطع الغيار وإيجارات المعدات ولو في إيجارات خارجية، وبالتالي أقدر أرفع المصروفات على كل مراكز التكلفة والنشاط للمشروع. بالإضافة لما سبق، الزي فيندور لإدارة السبلاي تشين التوريدات بتاعتي، دايما عندنا كلنا كشركات مقاولات مشكلة كبيرة جدا في موضوع التوريدات، فالبرنامج بيمكنني ان اقدر اسجل في نفس السيستم كل الموردين بتوعي، كل الاوفرز اللي جات منهم الRFQs، وبالتالي كل الاسعار اللي قبلتها، تقييم الموردين، اختيار الاصدارات، اوامر التوريد والتسليمات، كله في نفس المكان. وكل ما سبق بيسمع مباشرة في شكرة الحسابات الخاصة بالشركة، وبالتالي كافة العمليات والتقارير المحاسبية بيتم استخراجها لحظة بلحظة مترابطة ومتكاملة مع كل الأفرع، مخازن، عملاء، مقاولين باطن، معدات، صرف مباشر. ثم الجزء الأهم هو الدوكيمنت مانجمنت، وبالتالي أقدر أحط كل المراسلات بتاعتي، كل السبميتلز، كل الإيميلز في مكان واحد بين المقاول والاستشاري ومدير المشروع والملاك، بما فيهم الـ RFIs، الكليمز، الشينج اوردرز، الفاريشن اوردرز، وبالتالي مراقب مراسلات موجود عندي بيقدر يحسب تأثير كل ده كتكلفة ووقت عليا ويوريني المشروع ماشي ازاي. في نفس الوقت كمقاول او استشاري بشوف اسباب الخسارة والنجاح، كله في سيستم متكامل بيساعدني نضمن نجاح المشروع على كل المستويات الخمسة الشهيرة الـ 5M: Men, Money, Minute, Machine, Material.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا zbuilder.online.